香槟，耶！اهلا بيكم ابناء وبنات المدرسة المصرية اليابانية، عاملين ايه؟ وحشتونا جدا. النهاردة جايين لكم بحاجة جديدة جدا، فعالية مش زي اي فعالية. المرة دي احنا هنعمل مغامرة، هنعمل تخييم في البيت، كامبين. هنعمل خيمة، كل واحد فينا هيعمل خيمة في البيت بتاعه. الخيمة تكون بمكونات بسيطة من البيت، كراسي او اعواد خشبية مع اغطية ملايات. هيجهز الخيمة بتاعته، هيجهز فيها كل الحاجات اللي ممكن يكون محتاجها في فترة التخييم بتاعه، ويحدد الوقت اللي هيخيم فيه قد ايه بالظبط عشان يبقى محدد هيعمل ايه. هنعمل ايه في الخيمة دي؟ اول حاجة طبعا لازم هنغسل وشنا ونغسل اسناننا ونحافظ على نفسنا قبل اي حاجة. بعد كده هنعمل فطارنا بنفسنا، احنا اللي هنعمل اكلنا وهنجهزه معانا وهنحضر الفطار بتاعنا بأكلنا الصحي اللي متعودين عليه. بعد كده هنعمل تمارين رياضية، ومعاك وقت بقى انك انت تعمل اي نشاط عاوز تقضيه، زي ما تحب القراءة. في افكار كتيرة قوي للقراءة، ممكن تستعمل صندوق الحجارة وتحكي بيه قصة، ممكن تقرأ انت قصة من كتاب، او نعمل او نرسم، او اي هواية، او اي هواية من الهوايات اللي انت بتحبها. ممكن تحكي لنا في وانت بتصور لنا فيديو عن يومك في الكامب وايه اللي عملته في الكامب، تحكي لنا عن زرع بتحبه او حيوان اليف انت بتربيه، او عاوز تكلمنا عنه، او عن القصة اللي قريتها، او عاوز تعرض لنا صورة. كل احنا مستنيين ابداعاتكم وافكاركم، كل افكاركم الجديدة المميزة جدا خلال الاسبوع ده.